الحقيقة أنا سعيد طبعا بوجود وسطكم النهاردة. أنا هاخد بس آخر سؤال اتسأل للدكتور تامر بالنسبة لموضوع الـ failure of AF fistula to do AF fistula. So we have a number of patients who need to be in peritoneal dialysis. Patient اللي احنا unfit for vascular access, so we need to put him in hemodialysis, in peritoneal dialysis. For the first point, do with the agenda, I will do introduction for my presentation, the PD caster, design, material, the method of insertion, and I will conclude my presentation. أول نقطة إن success of peritoneal dialysis as a renal replacement therapy depend on safe, functional, and durable catheter access to the peritoneal cavity provided in the time fashion. Catheter complications often lead to a catheter loss and contribute to technical failure. نفس المشكلة دي بنقابلها في البرميكاس. لو البرميكاس أنا مانيش عارف الماتيريالز، مانيش عارف الديزاين، مانيش عارف بحطها إزاي، I will face a major problem in the technique even in hemodialysis. So, what we need in the PD caster, the main function of peritoneal dialysis caster is to permit consistent bidirectional flow. It will dilate without extraordinary effort. السائل يخرج ويخش بدون extraordinary effort. طيب الماتيريالز نفسها والديزاين كان افكت البي دي نفسه؟ اوف كورس يس، لان لو ما عرفش عارف القصه ديت هيحصل فريكوينت انفكشن وهشفت العيان للهيموداياليسيس. طب ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ ممكن يحصل الكاستر ديسبليسمنت، الكاستر يحصل لها سرفايفل لوس، الكاف اتش تروجن بيحصل ليكج ويكزيت سايد انفكشن وبروتونايتس. لو انا مانيش عارف بحط القسطره ازاي؟ طب ايه الماتيريالز؟ طب لو انا سالت سؤال لكل الاتندنس، وات از ذا ماتيريال اوف ذا بيرميكاس؟ حد يعرف؟ ما حدش هيبص، ما حدش هيدور. لا، ذيس از فيري امبورتانت تو نو وات از جوينج اون اوف ذا ماتيريال اوف اني ماتيريال يو يوز. عشان كده الكاستر از ميد ايذر اوف بوليورثان اور سيليكون رابر. لو حصل للعين اكزيسايد انفكشن انتوبيوتيك وحطيت لها انتوبيوتيك بروفلاكسس وزي الميبروسين او جنتامايسين، لو القسطره من البوليوريثان ات ويل بي دامجد. طب انا هعرف القسطره دامجد ازاي؟ بحاجات معينه هتبقى قدام عينيا واطبقوها برضو على البرميكاس. لو حصل اوبستيفيكيشن اوف ذا كاستر ليك من القسطره ليدنج تو بريتونايتس في البي في او ريلي رابشر اوف ذا كاستر اتسيلف. عشان كده النفرولوجيست شود نو وات ماتيريال هي نوز عشان قبل ما يحط في العيان حاجه يعرف هو بيستعمل ايه للعيان. ايه الكومبوزيشن اوف ذا بي تي كاستر؟ البي تي كاستر بتتكون من 3 كومبوننت، الانترا ابدومينال بارت والتانلد بارت اللي هو اللي في الوسط ده والتانلد اكسيدنال سيجمنت. الانترا ابدومينال بارت ده الجزء اللي موجود انترا ابدومينال كافيتي في مالتيبل بورس اللي بتدخل وتخرج الفلويدز. الجزء الوسطاني ده اللي موجود في الريكتس شيس وبيكون اما 1 كاف او 2 كاف وهشرحها بعدين، وده الفيزابل بارت. الكف دي بتتكون من ايه؟ من الداكروم. لازم اعرف الكلام ده كويس عشان الانفكشن هيحصل ازاي بعد كده مع الايه؟ مع المرضى دول. النقطه اللي بعدها اليومن اوف ذا كاستر. اليومن اوف ذا كاستر، حد فينا يعرف اليومن اوف ذا بيرميكاس كم سنتيمتر او كم مليمتر؟ ما حدش بيدور. ليه؟ لان احنا مش انترستد في القصه دي كلها، ان بنحط القسطره ونشتغل وبعدين يحصل مال فانكشن وانفكشن وبلاد ستريم انفكشن او بروتونايتس، والاخر بنواجه المشكله واحنا ما احناش دارين ايه اللي بيحصل معانا. الاوتر لاين بتاع القسطره البرمي بتاع التينكوف كاستر 5 مليمتر. اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا كاستر اتسلف بنحدد نوع، بنعرف اليومن بتاع القسطره كام. يعني مثلا لو القسطره فليكس نك بيرتسن بيكون 3.5، لو القسطره كروس كاستر بيكون 3.1. وخلي بالكم ان الكروس كاستر دي هي القسطره الوحيده المعموله من البلوريثان. 2 سنتيمتر ده الستريت تونك اوف كاستر، ده اباوت اليومن. انواع القسطره قساطر ايه؟ لازم اعرف انواع القساطر، يا اما 1 كف ستريت، يا اما 2 كف ستريت، يا اما سوان، يا اما كويل، يا اما تورونتو كنديان او ويسترن تايب. يفرق الكلام ده معايا؟ يفرق. طيب طب انا بحدد الكلام ده بناء على ايه؟ فاكرين الانترا بيرتونيال بارت اللي انا قلته؟ لو كان ستريت تبقى القسطره ستريت، لو كانت كويل تبقى القسطره كويل، او تي فلاش تايب، او سيليكون ديسك تايب. طيب
الانتر سيجمنتال بارت اللي هو الموجود في التانلد بارت، لو وان لو هو 2 كاف او 1 كاف ده سبيشال تايبس. حتى المنطقه اللي بينهم الاثنين اللي حتى المنطقه اللي بينهم الاثنين اللي بينهم ديت المنطقه اللي بينهم الاثنين دي اما يكون ستريت او سوان تايب، بناء عليها بيتحدد نوع النوع نوع والتايب اوف ذا كاستر اي ويل يوز. طيب تفرق الاساطر عن بعضها في النهايه regarding the type of the overall cast is survival، كل انواعهم 88% برير و15% بيحصل لهم فيلير برير. The benefit of the one cast over the other one has not conclusively demonstrated by prospective randomized trial، لكن a systemic review اتعمل في 2004 for example found no difference between the prevention of the peritonitis. لكن relationship لو حصل عندي الون كاف والتو كاف، لا في فرق كبير بين النوعين. التو كاف كان decrease the incidence of staph aureus infection، ده كان ريفيو معمول very strong review معمول على الديفرنس بين الـ بين الستريت وان بين الستريت كاستر وبين الكولد وان، كان القصه كلها مياله يمت الستريت تايب. وانذر ريفيو بين السوان نيك والستريت كان كله ميال على الستريت، يبقى كل ميال على الستريت. طب احنا واجهين دماغنا ليه؟ لا القصه مش كده خالص. التو كاف كاستر وذ كويلد انترا بيريتونيال سيجمنت موست كومنلي يوزد بالتو تايبس زي ما قلت بالتو كافس، لكن السيلكشن بين السوينج السوان السوان والستريت كاستر بيتعمل بعاملين مهمين جدا، البلت تايب والبليزمنت افكس سايد. يعني ايه البلنت تايب؟ انا الحزام بتاعي العيان فوق تحت الامبلايكس ولا فوق الامبلايكس، ده نقطه مهمه جدا. احط الاكسس سايد بتاعي فين، ده نقطه مهمه جدا. والنقطتين دول هم اللي بيحددوا مكان للتايب اوف ذا كاستر اي ويل بي يوزد. Simply, if the exit site is to be placed in the lower abdomen, is one neck caster is preferred. Lay to avoid the migration of intraperitoneal tip of the caster to resume the default position. On the other hand, if the exit site is placed pointing laterally, حط the exit site على النحش على الجنب. Straight caster is preferred over the swing neck type. كده القصة حسمت، وأنا هعرف أحط الأسطرة نوعها إيه، أحط الأسوان والاسترين بناء على هذا. طب انا هجهز العيان ازاي؟ نقطتين مهمه جدا في تجهيز العيان. مين اللي بيجهز العيان؟ مين اللي بيجهز العيان في البرميكاس؟ مين اللي بيجهزه؟ النفرولوجي. يبقى لازم النفرولوجيست هو اللي يجهز العيان، للبيدي كاستر. البيدي كاستر بيجهز العيان وهو واقف مش وهو نايم، عشان يشوف السكين فولد ويشوف البيلد تايب. الاسطره تتحط بناء على ثلاث نقط مهمين: اللوكيشن اوف ذا ديب كاف، واللوكيشن اوف ذا سوبرفيشال كاف، واللوكيشن اوف ذا اكزيت سايد. بمعنى ان انا عشان احط العيان على الاكزيت سايد زي ما قلت احطه وهو واقف، واعمل الرسمه بتاعتي زي ما انا عاوز، ما اروحش استنى في العمليات والعيان نايم على الترابيزه وابدا اقسم على العيان. بمعنى بسيط جدا، لو العيان البلت بتاعه اندر ذا البيشنت وذ بلت بلو ذا امبلايكس may require a tink of style caster that proceed lateral، تروح على الناحيه تروح على الجنب عشان تشوف عشان دايركتد للاكزيت سايد. طب لو هو الامبلايكس طب هو لو فوق البيشنت وذ بلت لاين اباف ذا ليفل اوف ذا امبلايكس may require a catheter that bent تروح فين؟ داون وورد، تخليها على ايه؟ تنزل على تحت. يبقى هي اللي تنزل هنا على اللاترال وتنزل على تحت لو هو فوق الايه؟ لو هو فوق الامبلايكس. طب الديب كاف احط الديب كاف فين؟ ان الديب كاف ديت هي اللي هتوجه الاسطره، هتوجه الاسطره هتروح فين. الديب كاف لازم تتحط باراميديان ليه؟ ما تروحش يمت الشيت اللي موجود فينا اللي هو ان ده كولاجين ماتيريالز هيحصل لوس للماتيريال نفسها، فلازم تتحط على المنطقه ديت عشان يحصل فيها البوزيشن بتاعها. لازم السوبرفيشال كاف تكون اتليست 1 انش يعني 2.5 سنتي عن الانتيرو ابدومينال وول بتاع السكين بتاع العيان عشان القسطره ما تخرجش على بره. نفس الرسمه اهي، انا بحط المنطقه الاخيره التيب اوف ذا كاستر على السيمفيز بيوبس، واللي بيحددها مين؟ واللي بيحددها الديب كاف، وده عشان يعمل لي الهيدروجيك بريشر عشان القسطره تخرج البي دي بصوره في النهايه بصوره كويسه. في بعض الاحيان بقابل مشاكل كبيره جدا في الاساطر.
ان العيان نفسه بيكون اوبيس، العيان نفسه بيكون موربيد اوبيستي. عند الناس اللي عندهم كولوستومي ممكن اعمل لهم تو تايبس اوف اكسيدنتال كاستر، ممكن القسطره تيجي على الوول هنا في الجنب هنا او تطلع على الباراسترنال ايه الباراسترنال تايب. انا بحط القسطر ازاي؟ عندي تايبس لازم احط القسطره بصوره كويسه لسببين مهمين جدا، لا افويد الميكانيكال كومبليكيشن يعني الاديكويت الهيدروليك بريشر والامنتال انترابمنت اللي ممكن يحصل والليك او ممكن يحصل انفكشن كومبليكيشن زي الاكزرسايت او تانل انفكشن او البريدونايتس. طيب عندي التكنيكس ايه؟ عندي البيركوتينس تكنيك اللي ممكن يعمله النفرولوجي بمنتهى البساطه، عندي الاوبن تكنيك اللي بيعمله الجراح زي البريتروسكوب او اللابروسكوب او الاوبن تكنيك. القصه مش هنا بس، القصه مين اللي هيحطها؟ السيرجون ولا الانترفنشنال راديولوجيست ولا النفرولوجيست اللي بيعملها كويس؟ اي واحد فيهم بيعملها كويس هو اللي ايه؟ هو اللي يشتغلها. في تكنيك تاني اللي هو الادفانسد لابروسكوبي. ايه الادفانسد لابروسكوبي ده؟ عامل زي اللابروسكوبي العادي لكن في نفس الوقت بعمل زياده عليه ايه؟ سيلكتيف بروفلاكتيك اومنتوبيكسي، بشيل الاومنتم او اعمل له ادينولايسيس لاي اديشن موجوده، اعمل لها ديسكشن وافكها من العيان عشان اوسع البريتونيال كافيتي واخلي الفلويد يخش بمنتهى الاريحيه ومنتهى الايه؟ ومنتهى البساطه. عشان كده احط القسطره امتى؟ البي دي كاستر انا بحطها امتى؟ احط البي دي كاستر at least 2 weeks before mean before the insert before starting البي دي. ليه؟ عشان اسمح للمنطقه نفسها التانل نفسه يحصل له هيلينج وما يحصل له ليجش من الاكسسايد بناء عليه. دي بنسميها البريكنج بيريود. البريكنج بيريود دي الفتره اللي بسمح فيها بالقسطره اللي يحصل فيها ايه؟ يحصل ادهيجن للتانل. طب انا ممكن استعمل القسطره قبل التو ويكس؟ ممكن، بنسميها الايرلي بريك ان. ايرلي بريك ان يعني ايه؟ انا استعمل القسطره بدري لكن لها سبيشال سيتويشن اللي هي ايه؟ استعمل سمول فوليوم للعيان البيشنت سوفايل عشان ما يحصلش انتر انكريز انتر ابدومينال بريشر ويحصل ليك من مين؟ ويحصل ليك من المريض. طيب في طرق ثانيه ممكن استعملها؟ في طرق كتير ممكن استعملها، في تكنيكس كتير جدا ممكن تتطور وتساعدني. زي ايه؟ احنا ما بنعمل فيستول للعيان، ممكن اعمل فيستول للعيان قبلها بشهرين ثلاثه وتمتد الى سنه، ما يكسرش العيان، بيحصل ولا بيحصلش؟ نفس الفكره حاولوا طبقوها في البريتونيال دياليسيس. عملوا ايه؟ ادى الاكسترنال بارت بتاع القسطره، بدل ما يطلعوا بره عمل له ايه؟ عمل له بيندنج، حطه اندر ذا سكن، برد اندر ذا سكن، ما عملش اكسرسايز. طيب هيستعملها امتى بقى؟ هيستعملها لما يحين الوقت، يوم يطلع القسطره ويعمل الاكسرسايز للعيان. الداء كان اول مره بريسكرايب ببوكوفيتش، ده موجود من 96 وبدات تتطبق واتعملت عليها ترايلز كتيره جدا. انا جبت الترايل ديت، هم الترايلز معمول عليها كتير، اتحبلت القسطره فضلت موجوده من 11 اسبوع ل 13 اسبوع ل 15 اسبوع، ده كان ريفيو معمول عليها. لكن في نفس الوقت لما الموضوع طول في بعض العيالين سكيبنج من الاريا، واحد زرع فالقسطره اتحطت وزرع، طب واحد ترانسفيرد للهيموداياليسيس، واحد مات، فكانت النسبه قليله جدا. لكن كانت النقطه المهمه جدا في الموضوع ده، هل لما جم فكوا القسطره من تحت الجلد حصل فيلير؟ ما اشتغلتش القسطره؟ لا، كلهم اشتغلوا ما عدا الترايل الثالثه دي، كانت في 7% بس منهم ما اشتغلتش، لان القصه كلها المفروض بنعمل لهم فراشنج، احنا ما عملناش فراشنج للقصه دي. عشان كده الامبيدد كاستر اتلاوز الالكتيف ستارت اوف بي دي زي الفيستولا كونسبت والابلايد للبي دي، نفس فكره الايه؟ الفيستولا بالظبط. نو كونكلوزيف ايفيدنس اوف امبيدنج اتسلف، ممكن اثر على البروتونايتس، احنا مالناش علاقه بالبروتونايتس، انا ليا علاقه لما العيان يحتاج القسطره اطلعها واحطها من تحت الجلد واستعملها. Should be attempted only if at least 4 or 6 weeks from the time of surgery it anticipated needed the caster. الانتسيبيت فينتلي فروتلي انا ما اعرف ان ممكن لما احطها واطول ممكن العيان يسكيب من البروتونال داليسيز لاذر ايه؟ لاذر بروسيدجر. انيشال فانكشن اوفن ريليتد تو الفايبروس ثرومباث، وممكن تلاقي القصه تتحل في النهايه ما عدا 7%. في طرق كتيره جدا للبي دي، احنا اختصرنا للبي دي في مصر كلنا قاعدين نقول مفيش محاليل، مفيش حد بيحط، مفيش قسطره، مفيش مش عارف ايه، لكن الدنيا كلها وصلت لمراحل متقدمه جدا في البي دي. في طريقه، في طريقه تانيه، طريقه الفولو ثرو بي دي
الفولوتروبي دي يعني ايه؟ بين الابدومن ده لزيت ويحط تو كاسترز، بيحط استرتين، ما بيحطش استره واحده، او يحط الدبل يومن بي دي كاستر. ما فيش في الدور الدبل يومن بي دي كاستر، حطوا البرمي كاس مكان البرمي مكانها بالتول يومن كاستر، بيملى البط وبعدين يحطوا فلو ريت بمعدل 100 او 120 ملليلتر بير مينت ويخرج من الطرف الثاني. ممكن يستعملوا مع الاي بي دي او يستعملوا مع الاي بي دي او مع السي بي دي. انت جايد لاينز وريكومند الكاستر ميد اوف سيليكون رابر، الدكرون تايب اوف الدكرون تايب بتاعه الكف. انا بس اخر نقطه عاوز اقولها، الكونكشنز، الكونكشنز كلنا ميسنج ات ام بي دي. الكونكشن از فيري امبورتنت. كانت في ترايل في دمنهور مع دكتور عماد الله يصلح حاله، حاول يعمل كونكشن لكن القصه ما كملتش معاه في النهايه. لكن الديفرنت تايب اوف كونكشن كان بي ابلايد تو ذا بيدي كاستر اتسلف ويتش مينيمايز ذا انسنس اوف بريتونايتس. والعالم كله مع العالم كله في ديفرنت تايب اوف كونكشن. في النهايه از ماي كونكلوجن، البريزمنت تكنيك اند سكيلز تو اوبريتور موست امبورتنت ديترمين ذا كاستر اوتكم. الادفانسد لابروسكوبي هاز ادفانسد فيزابل، كيرفول بلايدز سايد از فيري امبورتنت. كل اللي هعمله ده كلته، كل اللي قلته كلته هيديترماين السرفايفر اوف ذا كاستر اند سبورت البي دي بروجرام. اند ثانك يو فيري ماتش.